مش انت واحنا في مصر قلت لي ان مروان ده التوت فروت وانه نصب على اليونان كلها جاسم وبتاع الاجانس واسمه ايه ده بتاع المجوهرات؟ ايوه يا ابراهيم. انا بقى هوقعه في شر اعماله، هخش له تحت باطه وابقى دراعه اليمين واسلمه للناس دي تسليم مفتاح، ياخدوا اللي هم عاوزينه وباقي الليله بقى بتاعنا. طب وانت هتطلع منه الفلوس دي كلها ازاي؟ الناس دي قادره يا نجوان، ومدام جاسم عرف يطلع منه 5 مليون يبقى هيطلع 50. ولعلمك بقى جاسم قال لي طالما ان هو عرف ان مروان بعتني عشان اقتله يبقى مروان حكم على نفسه بالاعدام، وهو مستني مني اشاره واحده عشان يخلص عليه، بس انا قلت له بشرط قبل ما تخلص عليه فلوس مروان كلها تتحول لحسابي. حسابك انت؟ انا قصدي حسابنا احنا الاثنين، وانا هبيعك يا نوجة. انت اهم حاجه بس تبقى تديني عنوان الشقه بتاعتكم. بص بقى يا ابراهيم، انا مش هديك العنوان لغايه ما اتاكد ان مروان مش شاكك في حاجه، احسن هنروح في داهيه كده. هي بقت كده يا نوجة؟ يا ابراهيم، ويا ريت ما تتصلش بيا تاني ولا تبعت لي اي اس ام اس لغايه ما انا اكلمك. خلاص يلا سلام، عشان انا لازم امشي دلوقتي. مع السلامه يا اختي. وبعدين يا هيمو. ماشي مروان، هتعمل ايه؟ في ايه؟ في حكايه السفر. سفر ايه؟ ايه يا حليم؟ مش انت قلت ان احنا عاوزين نسافر بره اليونان؟ بس لا انا قلت اجله شويه. طيب ماشي. مال؟ لا مفيش ولا حاجه. مفيش ايه؟ وانا مش عارفك في ايه. اصلي بصراحه كنت عاوزه اقول لك على حاجه بس خايفه منك. لا ما تخافيش وقول. خلاص يا حبيبي ملهاش لازمه دلوقتي، خلاص. الله انت اتجننتي ولا ايه؟ بقولك في ايه؟ خلاصي يا حبيبي. خلاص ساعه ما احس نفسي ان انا مش خايفه منك هقول لك. خلاص يا بيبي. بيبي ولا بعبع؟ خلاص براحتك. نخش اريح. ايه بقى اللي انت كنت عايزه تقوليه وخايفه تقولهولي؟ خلاص بقى يا مروان سيبني، طب ما انا اقولك لوحدي. ماشي. انا مش فاهم، مش فاهم ازاي سمعت كلامك وما جبتش البودي جاردات، اديكي شايله الحاجه وسنداني لغايه العربيه. بصراحة كده أنا مش طايقاه وخايفة منهم، وبعدين إيه لازمته البادي جاردات؟ ما إحنا ماشيين أهو في الشارع وزي الفل، مفيش أي حاجة. يعني إيه مفيش حاجة؟ يا نجوان إحنا وضعنا دلوقتي مش زي الأول، إحنا عندنا فلوس كتير والعين علينا، وبعدين البادي جاردات دول إيمج، وأنا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الإيمج ده. مشروع إيه؟ يعني معقول يا باشا تشيلوا بنفسكوا وكبدكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداك، انت عرفت منين يا دي ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا، اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداك. حبيبي يا باشا. انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر، شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه، بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا، شوف اللي انت عاوزه، انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق، طيب. يعني طيب اللي طيب انت عاوزه. طيب طيب خلاص 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 هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟ هقول لك شغالك معايا سواق بجد. يا باشا انا عايزك تطمن، انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي يا باشا. دمي يا. يلا بينا. اوعى وسع يا. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده؟ ايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ مش جايين النوم. طيب انا هخش انام بقى. تصبح على خير. لا استنى. مروان انا عاوز اسالك انت كنت فين؟ اشمعنى؟ سؤال عادي يعني. في الشغل. طب انا عاوز اتكلم معاك في حاجه. خير قولي. فاكر الموضوع اللي انا قلت لك لما احس نفسي ان انا مش خايفه منك هحكي لك؟ ايه مش خايفه دلوقتي؟ لا مش خايفه. طب اقعدي واحكي. اقعدي. تعالى حبيبي انا معاك. اوبا اوبا. ها ادي قعدتي. ايه في ايه؟ كنت عاوزه اقول لك ان انا حامل.
ايوه انا حامل منك. في ايه يا مروان؟ هو انت سكت كده ليه؟ انت زعلت؟ انت زعلت؟ لا لا زعلت ايه؟ ولي زعل؟ اصلا انا فرحانه قوي. عارف يا مروان نفسي اطلع اتمشى معاك واتشعلق فيك كده واقول للدنيا دي كلها ان انا خلاص بقى عندي بيبي من حبيب قلبي مروان اللي سبت كل الدنيا عشانه وجريت وراه لغايه هنا. بعدين اتمنى يا رب ان هو يكون ولد ويطلع شبهك في كل حاجه، في ملامحك وفي شعرك وفي طولك وفي عينيك الحلوه دي، بس اهم حاجه يكون ذكي عشان انت اذكى راجل انا شفته في الدنيا، وده اللي مخليني ان انا عايشه مطمنه معاك، لانه انت كل ما تيجي تعمل حاجه تحسبها كويس قوي. مروان انا نفسي يطلع صوته زي صوتك عشان انت صوتك دافي وكل ما بسمعه بحس ان هو بيحضني كده. مروان مروان مالك؟ لا مفيش يا حبيبتي، اصل لما كنت في الشغل كنت حاسس بشويه صداع وكده، فواضح ان ده من قله النوم، ف يعني لو ريحت شويه هبقى كويس. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا خلي بالك. مروان عارف يا حبيبي انا سالت كده واتقصت وعرفت انه البيبي ده ممكن يسجله باسمي واسمك من غير ما نتجوز. بعدين خلاص يا حبيبي احنا مش محتاجين الجواز. انا صحيح كنت عاوزه ان احنا نتجوز عشان يبقى في حاجه تجمعنا ما بين بعض، بس البيبي الحقيقي ده هيبقى احسن حاجه تجمعنا. وبعدين انا نفسي ان احنا ندخله مدارس هنا، اكيد يعني التعليم هنا احسن من مصر بكتير، ولما يكبر هعلمه السباحه عشان انت بتحب السباحه. وبعدين ما اعرفش نفسي ان هو يطلع طيار عشان يقعد يطير بينا من بلد لبلد، وكمان عايز اعلمه تمثيل عشان انت بتحب الافلام الاكشن وكده. يا ترى بقى فكرت تسميه ايه؟ حبيبي مش مهم، الاسم اللي انت هتختاره انا موافقه عليه. ماشي يا حبيبتي. انت رحت للدكتور قبل كده؟ لا يا حبيبي. طب ازاي؟ انت مش لازم تروحي للدكتور عشان خاطر تطمني على نفسك وتطمني على البيبي؟ انا هحجز لك عند الدكتور وانا وانت نروح له سوا. بجد يا مروان؟ يا حبيبي. يا رب يخليك لي يا حبيبي وما تحرمش منك. بص يا ابراهيم انا جايباك عشان اقول لك تنسى اي كلام احنا اتكلمنا فيه قبل كده، انت لا تعرفني ولا انا اعرفك. الله 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 الله، ايه نوجه سكه المطبات الجديده دي؟ ما هو خلاص انا ومروان ما بقاش ينفع ان احنا نبعد عن بعض، انت بقى اللي لازم تبعد عننا وتشيل كل الهبل بقى اللي في دماغك. هبل ايه ونيله ايه؟ انت اللي هبله. عاوزاني انزل مصر واسيب 50 مليون؟ استهدي بالله كده يا نجوان وصلي على النبي وما تبوظيش الدنيا عشان خاطر واعده نفسك بعيل ابن حرام. انت مالك انت؟ حياتي وانا حره فيها الله؟ انت هتزعلي في اليونان كده؟ بص يا ابراهيم انت لو ما بعدتش عن طريقي انا ومروان هخليه ينسفك من على وش الارض. انت بقى ما تعرفش مروان لما يغدر. لا وعلى ايه؟ الطيب احسن يا نوبه، بس انا ما ينفعش ارجع مصر. انا لو نزلت مصر سلومه هيموتني. خليني عايش معاكوا هنا وشغال سواق وانتوا في راحه بابنكوا زي ما انتوا عايزين. نعم يا اخويا، انت بتستعبطني ولا ايه؟ هما يومين انت هتدور على شغلانه بعيد عننا احنا خالص، والا يا ابراهيم هتشوف نجوان عمرك ما شفتها قبل كده. هات دول. شكلها هتبوظك بداكي. تبوظ؟ تبوظ مين؟ ده انا قتيل. ماشي يلا حبيبي. Thank you. انت مش متخيل انا فرحانه بالبيبي ده قد ايه، وبعدين نفسي قوي اشوفه في السونار. يا حبيبتي انا حاسس فرحتك قوي بجد، حاسك. خدي يلا انت. ايه ده انت بس؟ يلا دي موافقتك على العمليه. عمليه؟ عمليه اجهاض؟ ليه يا مروان؟ حرام عليك انا مش عاوزه انزله. امضي بس، امضي امضي بس خلصيه. يلا عشان خاطر يا مروان ما تعملش فيها كده، ده انا فرحانه قوي بالبيبي ده ونزلت واشتريت له هدوم، وبعدين انا بحبك ونفسي في حاجه منك.
عشان عايز احافظ عليكي. عايزك تنزليه. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ما بلاش شغل الشلت والحواري ده. سيبك من كلام ده انتصار، ولازم تمسك الراجل وتربطي جنبك بشوية العيال. ها؟ سيبك من الحاجات دي خالص. انا حبيتك عشان انتي ورق العنب، عشان انتي مختلفة. طب خلاص، انا مش عاوزة جواز ولا عاوزة اي حاجة، بس ابوس ايدك يا مروان عشان خاطر ما تحرمنيش من البيبي ده. سيبهولي. مش عارفة اقول لك ايه يا حبيبتي. انا كده كده مش هعترف بيه ومش هسميه باسمي. خلاص يا اخويا، خليه ونكتبه باسمي، مفيش ولا اي مشكلة. يرضيكي؟ يرضيكي اول بيبي ليا اكتبه باسم مرة؟ وبعدين انا كنت غايب عنك فترة كبيرة، وانت كان حواليك ذئاب بشرية كتير، وانا مضمنش بقى اي ديب من دول جه جنبك عمل ايه وانا ما كنتش معاكي. معقولة؟ انت بتشك فيا؟ انا بحبك وعايز احافظ على علاقتنا، وهكوني فاكرة ان انا قاعد باخد ودي معاكي في الكلام ودردش اذا كنا ننزله ولا ما ننزلوش. لا، انت هتنزليه. عارفة ليه؟ عشان انا قررت. طب ولو انا مش عاوز انزله؟ يبقى قدامك حل من حلين. يا اما نستغل المكان الطبي الحلو ده وتنزليه وتبقى انت في امان. امال ايه؟ انا جايبك هنا ليه؟ عشان خايف عليك وبحبك. يا اما الحل التاني نخرج من هنا ونزله انا بإيديا، بس ساعتها انا مش عارف انت هتكوني عايشه ولا ميته. وفي الحالتين اذا كنت عايشه او ميته فاحنا علاقتنا انتهت. ها، ايه رايك؟ اختاري. اخترتي؟ امضي بقى. يلا يلا امضي. يلا حبيبتي، يلا حبيبي، بسرعه بس. ايوه، عشان اتأخرنا عن الناس. يلا. حاضر. أحبك يا ورق العنب. نفس الحمد لله على السلامة يا ورق العنب. بالذنب مش كده أحسن؟ لا شايلة ولا جرة ولا بامبرز وحضانات وحضانات. يا حبيبتي اللي زينا مالوش تقطان على الحاجات دي. مسجلة ابراهيم كبداكي عندك ايه؟ ابراهيم؟ ها؟ وانا هسجل نمرة ابراهيم عندي ليه؟ صحيح، هتسيبيه عندك ليه؟ عندك حق، عندك حق. حركة برضه حلوة. كبدة ريستوران. لا برافو. يلا أيوة، يلا خدي قولي له إن إحنا مستنيينه عشان يروحنا. يلا ماما. يلا بالراحة. طيب الو. ايوه يا ابراهيم. انا جوانا حبيبه قلبي. تعال للمستشفى عشان ترجعنا على البيت. ايه ده، هو مروان مش عندك ولا ايه؟ ليه ما كلمنيش هو؟ تعال بس. يلا يا ابراهيم ما تتاخرش، احنا مستنيينك. يلا. طب تمام، مسافه السكه. سلامات يا نجا حبيبه قلبي. السلام يا ابراهيم. الف سلامه عليك يا ورق العنب. ألف سلامة.